حي؟ لا معلم، بس ما ضل كتير. وأنا هيك رأيي كمان. جواد حيقلنا مين هو. مين الشخص الخامس بعملية اغتيال رئيس الحكومة؟ عبد الحي. قول اسمه مشان تفوت بسرعة. مين الشخص الخامس؟ عماد اعطيتك اياه. معلم اذا بتضربه كمان بيموت هالبغل. بغل ويموت؟ قوتك هالقد بس؟ باعتبارك ما بتعرف تضرب. بعد خلي اللي بيعرف يعملها. عم تحاول تستفزني يا جواد؟ مين اللي علمك هالتكتيك؟ مراد علمدار. لسه عندي كتير تكتيك. إذا بدك كمان بعلمك. مشان الله علمني. يا مرادي، نحن ما منعلم ولاد الصف الأول. برافو عليك. يلي بيطلع عليك بفكرك حيط، بس اللي مدربك مدربك منيح. إذا بدك بدبر لك إلك تدريب. مع إنهم قد ما نجروا فيك ما رح يطلع منك شي. أنت قلي اسم يلي نجروك وأنا بروح، يمكن يطلع معي شي. كيف؟ عذبني قد ما بدك، أنا ما عندي شي لك. يا ليش عم نستجوب هذا الساخر؟ اسمحوا لي اقطع رقبته ونرتاح منه على الخالص. اسكت هلا. حسني، جواد ما لازم يموت. تضربه شو ما بدك عميل، المهم تخليه عايش وتدوقه العذاب اللي دوقه للناس. فهمت علي؟ فهمت. لا توصي حريص. وهلا ما راح تقول اسم الشخص الخامس؟ الخال. مين الزلمة يلي سلمت أموره؟ قلت لك الخال. يا يلي عطى الأمر باغتيال رئيس الحكومة هو الخال؟ الخال هو اللي طلب مني أوس رئيس الحكومة. مو أنا قطعت رأس خالك وقت طلعت روحه قدامي وراسه تحت باطه؟ قال لي يا جواد كرمال خاطري اعمل هالشغل. حساب شغلة الخال بعدين. لسه في كتير لبين ما نوصل لشغلة الخال يا جواد. ماشي ماشي. قال وضع الأستاذ منيح. عبد الحي أنت روح على المشفى، خلي مماتي يبقى عند الأستاذ، وبتعرف لي منه عنوان المشروع وبتجيبه وبتجي لهون. أنت بتأمر معلم. يا
دراسات الأستاذ لازم تكون راحت من زمان. وكان لازم يموت الأستاذ من زمان، وانت كان لازم يكونوا خلصوك من زمان. بس أحيانا ما بيصير كل شيء مثل ما بدكن. مراد علم دار عم تسبح بمي خطيرة كتير. عم قلك اذكر لي هالأسماء كلهم، بلكي بخاف وبطل سباحة. ليش هذا الشغل بينترك؟ انت ما دخلك فيني اذا بترك هالشغلة ولا لا. انت بس قلي ولا تتدخل بالباقي. انا ببقى كل فترة بروح على قبرك وبحكي لك شو عم بيصير. قلت لي القبر، انت تذكرت كيف دفنتوا الخال؟ راسه لحال وجسمه لحال. عقبال عندك. قطع موره، شالوه من على حيط البناية الثانية. صحيح؟ حسني. والله يا معلم حكي عم يضايقني كتير، خايف لروح لك يا. اتركه يحكي إلا ما يزلق له بشي كلمة. في شي براسه لازمني، وإذا اضطريت بشقه وباخد الحروف واحد واحد وباخد الأسماء. صحي لشوف. شو عم تعمل؟ افتح له دمه. لا تعرقني. وقف 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 دخيلك. وقف. وقف. هلا رح علمك بطريقة جديدة لحرق الناس. وقف 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 وقف. دخيلك دخيلك. وقف وقف شوي. وقف. الشخص الخامس لازمك. برافو عليك. احكي مثل الخلق. عرفت الأربعة هدوك؟ عرفتهم. الأول هذا داود وتتر أوغلو. لا تكذب جواد، لا تكذب. روح عارف من داود، إذا هو ما قالك عرفه من رضوان، وإذا هداك ما بيعرف روح عارفه من اسكندر. اسكندر شو عرفه؟ اسكندر ما بيعرفه، بس بيرسم لك صورته او بيعطيك اوصافه. تركنا من اسكندر. يا كحلى من دمك احلى، احكي لي. الشرطي اللي قوص رئيس الحكومه كان يشتغل عندك؟ كان يشتغل. اسكندر دخله لعندي وداود اخده ودخله بمرافقه رئيس الحكومه. عملت خطه. وأثناء رسم الخطة في تانيين بيرسموا خطط تانية، وفي تالتة كمان، ومن عند التلاتة بيتاخدوا الرجال. هيك بيكونوا التلاتة شاركوا بهالجريمة. هيك بيكونوا الكل قوصوا على هدف وما بينكشف حدا. هلأ بما أنه الكل استخدموك ورموك، احكيلي وانا بروح بكسر كل الاصابع يلي قوصت. الشخص الخامس انا ما بعرف مين هو.
أما الزلمة يلي عراس الجلاديو بيعرفه لورانس هذا العصر؟ بعد ما تعرفه أما بتدخل بخدمته أو بتموت مثل الخلق. شوف إذا بتحكي بوعدك أوصك براسك وقتلك بدون ما أحرقك. أنت ذكي كثير بس أنا أذكى منك. معلم عم يموت؟ إذا ما أخذناه على المشفى رح يموت. ما رح يموت، طوب الإسعاف. ما رح تموت قبل ما تقلي مين لورانس.